صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يقول لامرأته علي الطلاق لأفعلن كذا ولم يفعل، فهل هذا كمن قال لو فعلت كذا فأنت؟ يقول أحسن الله عليكم: هل من يقول لامرأته علي الطلاق لأفعلن كذا ولم يفعل، يقول هل هذا كمن قال لو فعلت كذا فأنت طالق؟ نعم، بلا شك، إذا علقه على فعل شيء وفعله أو فعلته وقع، وإذا علقه على عدم فعل شيء فإنه يقع منه أو منها. نعم.